وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الحواريه الاولى لليوم. يمكن مها مثل ما بنعرف كثير مهن من تراثنا الريفي كانت المراه والرجل بيد واحده يعني بكل الاعمال. تماما. يعني وشفنا هذا الشيء يعني من زمان، ممكن هلا نحن عم نشوفه ببعض الاعمال لكن مو كلها. يعني في مهن غريبه شوي على المراه. يعني من ضمن تربية النحل دائما نحن بنعرف يمكن هو النحل بده معاملة خاصة. تماماً. السيدات شوي بخافوا يمكن إلى حد ما إنه تعقصن النحلة أو شيء، فدائما بيكون هيدا حكر على الرجال. أكيد في كل مهنة إلى صعوباتها، إنما نحن السيدات يعني السوريات عم يكونوا دائما عم يثبتوا قدرتهم على التأقلم مع ظروف الحياة، وعم بيكون عندهم هيدي المشاريع اللي يعني عم تعود بالفائدة لإلهم لأسرهم. كانت مهنة صعبة لكن اليوم المرأة السورية ما في شيء صعب عليها، لهيك خلونا نشوف سوا اليوم بهيدي الفقرة معنا سيدة استطاعت انه يعني تأسس لحالها مشروع صغير بتربية النحل، واكيد هي قادرة انه توصل وتوسع مشروعها اكثر واكثر لحتى نتعرف على طموحها. معنا سيدة حضرتك حنان سلمان، اهلا وسهلا فيك سيدة. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لكم وصباح الخير لكل المشاهدين. سعد صباحك، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني عم نحكي انا ونديم بالمقدمه انه يمكن بعض المهن بتكون حكر على الرجال، تربيه النحل هل هي فعلا حكر على الرجال ونحن كسرنا القاعده بهذا الموضوع؟ هلا هي منا حكر بمعنى حكر، يعني هيدا تربيه النحل هي من الانشطه الزراعيه اللي نحن متعارف عليها عنا بسوريا من زمان، من قديم الزمان. لكن الشيء الاساسي اللي لازم الواحد يعمله او انه يفكر فيه، هيدا الشيء بينبع من الإنسان من داخله، إذا عنده رغبة بشيء أي شيء يعمله رح يتقنه أكيد. يعني فالرغبة إنك تكون حدا فعال بالمجتمع ولا إنك تكون حدا هامش إنه ما إلك قيمة بهالمجتمع، هيدا الشيء خلاني أنا إني أسعى بالبداية إني يكون أنا حدا فعال بالمجتمع، أعمل شيء لنفسي لذاتي. تشجعت، كان عنا بالبداية أنا زوجي كمان بيشتغل بالنحل، بلشنا هيك بدايات خفيفة يعني بعدد قليل من النحل. هو عنده دوام مثلا، كون أنا تابعت بداله، ففكرت بيني وبين حالي إنه أنا ليش ما بكون حدا مساعد له، حدا أنتج شيء لنفسي مع الأيام، أعمل مشروع لو صغير لو بسيط، المهم أني أنا ساهم بشيء. وأنا مهنة النحل يعني كتير حلوة، هي ممكن تلاقيها أو كتار يخافوا منها من قرصة النحلة أو شيء هيك أمور، فأنا هيك تعودت. يعني أول شيء بتلاقي صعوبة، بعدين وقت بتحسي حالك عم تشتغلي وتأنتجي بتحسي الصعب كله راح وبتحسي بلذة ومتعة يعني بالعمل. صحيح. هلا مثل ما ذكرت ست حنان انه هي يعني الفكره اجت مساعده لعمل زوجك بالبدايه لحد ما عملتي مشروع صغير لحالك، لكن كمان يعني اليوم اختلف تربيه النحل عن السابق، يعني ما صار انه بشكل خلينا نقول عادي او المتعارف عليه بالاساليب القديمه، يمكن هلا اليوم تطور كل شيء يعني حتى بهيدي الاعمال. فهي بحاجه لمهاره اليوم وخبره، فكيف قدرتي تكتسبيها؟ اكيد المهاره والخبره هي اساس اي عمل ناجح يعني نحن بحياتنا. من قديم الزمان كانوا يستعملوا الجرات الفخار ويعملوا يحطوا فيها العسل ويقطفوا العسل هيك. هلا تطورت الحياه وتطورت الامور كلياتها، مستلزمات النحل كلياتها، صار في خلايا، في اطار عسل، في مستلزمات بتساعدك على انك تشتغلي بهذا الموضوع، مثل مثلا الفرازه توضع العسل، طبعا في منضج، في هيك امور تجي بالترتيب يعني بتخليكي انك يعني شيء مريح لإلك. نحن بالبداية أنا كان إنه شغلي ضمن المنحل أخذ معلومات من زوجي، أعرف هيك إنه المنحل شو بده، الخلية شو بتتألف، كم إطار فيها. بعدين بلشت شوي شوي بشغل الفرز، يعني فرز العسل كمان إنه منو سهل، لازم يكون عندك خبرة. طبعا هي أكثر عامل يعني لازم يساعد النحال هو لازم يكون العامل النحال المتدرب، يكون عنده مو بس علم، لازم يكون عنده ممارسة لهيدا الشيء. أنا خبرة من دون ممارسة ما بستفاد شيء أبدا. فصار عندي إنه الخبرة اللي أخذتها والمعلومات لازم طبقها أنا عمليا. يعني حسيت حالي إنه أنا عندي قدرة أني أنجز وأشتغل شيء لحالي، فبلشت صرنا بقى نفرز عسل. هالشيء عمل إنتاج ومردود لإلنا، خلاني هيك عمل لي حافز كبير انه انا
تشجع اكثر لحتى اشتغل اكثر وطلع هيك، بالاضافه لانه زياده اليد العامله. هلا انا مثلا زوجي بلش، انا بلشت هالشيء، بيتابع عند اولادي، عندي ابني كمان هلا عم علمه على هيدي المهنه، يعني هيك بشكل تدريجي. فهيك مننهض، يعني مننهض بالاسره، مننهض بالمجتمع. هون يمكن بدنا نحكي اكثر باهميه المشاركه لبناء الاسره، يعني مثل ما عم تذكري البيت الموجودين فيه، يعني انه الكل عم بيشارك بهيدا العمل، الكل عم بينتج بهيدا المشروع لحتى يكبر. اكيد قد ايه مهم المشاركه، يمكن هي المراه هي الاساس بهيدا الموضوع، هي اللي بتعمل هيدي القياده وبتخلي الاشخاص انهم يشاركوا وبتدفعهم، خاصه عم تذكري انه انت عم تدربي ابنك لهيدا تماما الموضوع. يعني المشاركه هي ضروريه، يعني المشاركه والتعاون بتوفر وقت، بتوفر جهد، بتزيد الانتاج، بيصير عندك مثلا انه بدل عدد خلايا مثلا 10 بيزيدوا 20، هال 20 بينتجوا اكثر عسل، بصير عندك حافز اكثر انك تتابعي بهذا الموضوع. وانت وقت بتشجعي ابنك على هالشيء انه انت عم تشتغل وتنتج، فاكيد بده يتابع بهيدي المهنه. ما بخفيكي انه ممكن الواحد يمر بصعوبات ومنغصات بس الفكره انه الواحد ما يوقع، او اذا وقع ما يضل، يعني ما ينكسر ويوقع ما بقى يكمل، يعني لازم يرجع يوقف من جديد ويتابع، لانه اذا رح اي مطب وقعنا فيه وما كملنا فيه بالنهايه هيك رح يكون انسان فاشل يعني وما عنده شيء. بينما وقت اللي بيكون عندك هدف واضح بتسعى لتحقيقه بدك تتعب وتوقع مره واثنين وثلاثه لحتى توصل للشيء اللي انت بدك اياه. صحيح. يوم ست حنان لما بدنا نحكي عن هيدي الصعوبات ونحن عم نتجاوزها، مثل ما ذكرتي هي تعب، هي جهد، هي خبرة اكتسبتيها يعني خلال هيدي الفترة، لكن بدنا ندخل بتفاصيل أكثر مهنتك، يعني لحتى نعرف كيف يعني تجاوزتي هيدي المراحل مرحلة مرحلة، أو مراحل تصنيع العسل خلينا نقول، يعني بكل مرحلة هل هي صعبة، كيف قدرتي تتجاوزيها، هل هي مراحل كمان متعددة ولا شغل بسيط؟ مراحل تصنيع العسل، تصنيع العسل هلا بالدرجه الاولى وقت بدنا نصنع العسل، نقطف العسل، لازم يكون نقطفه بكير، يعني قبل ما يروح النحل ياخذ الرحيق. وبعدين ببلش قطف الاطارات. صعبه هي المراحل؟ العسل هي صعبه، هي صعبة لكن بتحسي فيها متعة. انا لابسه بدله النحل والنحل حوالي وهيك، بس انت وعم تشتغلي فيه بتحسي بمتعة. وقت بيكون عندك انتاج كمان بتلاحظي بالفرق، يعني بتقطف الاطارات وبتبلش بقى عملية الفرز. الفرز بنحط الاطارات بالفرازة وبعدين بنوضعهم بالمنضج، لحتى يسحب الرطوبة من العسل يعني. وهيك بقى بتبلشي بقى انت هيك بتصنع العسل يعني. بس اهم شيء الصبح انه يكون بكير حتى قبل ما تروح النحله تاخذ الرحيق يعني. تمام. هلا دائما اللي بيشتغل بالنحل بيصير عنده خبره بانواع العسل، بالعسل الاكثر فائده، ونحن نعرف قد ايه بهم الاهالي هذا الموضوع والامهات تحديدا مشان ابنائهم، فاكيد بيجوا بيلجؤوا لك نصائحك، شو العسل المفيد اكثر لنا للبيت لابنائنا، فصار عندك خبرة بهيدا الموضوع؟ أكيد. هلأ العسل بشكل عام هو يعني له قيمة غذائية كبيرة وعظيمة، ما فينا ننكر هيدا الشيء، إنه العسل بشكل عام له فائدة كبيرة. اللي بيختلف إنه نوعية العسل، في عسل حمضيات، عسل اليانسون حب السودا. يعني كطعم هلأ الأطفال بيناسبهم عسل الحمضيات جدا خفيف، منه تقيل على المعدة لإلهم، خاصة من عمر سنة وسنتين وانت وطالعة. يعني عسل اليانسون أو عسل الجبلي بتحسي طعمه تقيل، تقيل على طفل عمره لونه سنة، يمكن حتى لونه غامق يعني. فعسل الحمضيات هيك بينصحوا فيه أكثر للأطفال. العسل بشكل عام بينفع المجاري التنفسية، الجهاز التنفسي، كتير بيساعد بتقوية مناعة الجسم، خاصة للأطفال وقت تعملي لهم إياها من عمر مبكر. طبعا إنه مو إنه ياخد شهر شهرين ثلاثة ويقطع، لا، يتابع، ضرورية المتابعة لحتى يبني جسم قوي يساعدوا على مقاومة الأمراض كلها. تمام. هلا مثل ما بنعرف نحن ست حنان، يمكن مهم نعرف انه نحن العسل بيقولوا دائما انه العسل ما بينتزع، ما بيخرب، يعني مهما ضل عندك بالبيت، مهما ضل موجود بيضل محافظ على قيمته. لكن كيف نحن فينا نحافظ على قيمته الغذائية أكثر، على جودته، يعني يبقى بالجودة اللي نحن جايبينها من أول مرة؟ إيه، هلا نحن إذا جايبين أول شيء بيهمنا المصدر اللي جايبين منه العسل، يكون مصدر موثوق،
انه عسل اصلي يعني موثوق ونحن قادرين نحن نميز فينا نميز اي خلينا اي حدا بيقدر يميز الاصلي من غير في الأصلي. عده طرق لها بس خلينا نتعرف عليها معلش اسرار اسرار هلا بس لنحكي عن كيف قادرين انه نحن نحافظ على العسل نبعده عن الرطوبه الحراره ما يتعرض للتسخين ابدا لانه كل هيدا بيفقد قيمته الغذائيه اوقات في عسل بيجمد بالشتاء نحن العالم كثير بيقولوا انه هيدا عسل منه صحي مغشوش في سكر ايوه هيك بيقولوا لا هو بالعكس هو عادي يعني اذا جمد هو تماما هو لحتى يكون سليم هو لازم يعطي اي شيء بالشتاء بيجمد حتى الزيت اذا بتنتبهوا بيجمد بالشتاء يعني ولكن نحن بهمنا بالنهاية المصدر اللي جايبينه نحافظ عليه بعيد عن أشعة الشمس أشعة الضوء حتى يعني إنه ما تحطي بضوء عادي يعني تحفظيه بمكان بارد وجاف يعني هيك بتحافظي على قيمته الغذائية للعسل. بعد تجربتك بهيدا المشروع وتربيتك للنحل أنت وأسرتك نصيحتك للأسر الريفية اللي حابين يبدأوا بمشروع صغير لإلهم شو بتقولي لهم؟ أنا صراحة بشجع كل أسرة وكل مرأة بالتحديد لأنه دائما نحن المرأة بمجتمعنا بيقولوا ما بتعرف ما أنا قادرة تكون بس لا نحن أثبتت المرأة بالنهاية أنه هي قادرة تكون لجانب الرجل بكل مراحل الحياة بكل مجالات الحياة تساعد وتتعاون معه بس هيدا الشيء بيكون من داخلها بالأساس يعني أنه يكون عنده الواحد حافز لحتى يشتغل بهيدا الشيء وكلياتنا بدنا نوقع بمطبات وكلياتنا بدنا نعمل منغصات بدنا خلينا نقول نمرق بمنغصات بس ما ييأس الواحد يقوم منها هيك بتحسي حالك انت وعم تنتجي عم تحسي حالك انه انت حدا فعال بالمجتمع بصير عندك مقارنه انه انا كيف كنت وكيف صرت يعني انا بالبدايه كنت حدا هامش انا على جنب انا ما عندي علاقات اجتماعيه حياتي جامده بينما وقت اللي بيكون عندك هيك مشاريع وتطلعي تشوفي الحياة ويعني نحن أنا بالنسبة لإلي عملت عندي علاقات اجتماعية كبيرة يعني التنقلات اللي عم تصير مثلا بين المحافظات كل موسم عم ننقل فيه طبعا بيكون خارج المحافظة اللي نحن فيها هلأ نحن محافظتنا بتشتهر بالحمضيات باليانسون أحيانا بناخذ بعدين على حلب على الرقه هيدا المناطق كليات المحافظات فهيدا الشيء عمل عندي انه علاقات اجتماعيه واسعه وبتحسي حالك انه انت مرتاحه نفسيا ومعنويا ومن كل النواحي تمام حضرتك انت معلمه بمدرسه وهيدا الشيء يعني يمكن اليوم مع بدايه العام الدراسي بخف نشاطك عن مشروعك ولا لا بتتابعي وكيف بتحاولي تنسقي يعني بين المهنتين مع بعض هلا مشروع النحل ما فيني انا فرغ له كل وقتي لانه هو ما بحاجه اني تكوني بهيدا ما بده كل الوقت. لا ابدا لازم يكون في تنظيم تنسيق يعني بين المدرسه والمشروع لانه نحن بالنهايه انا قادره مثلا بيوم عطله اني اشتغل بمشروعي وايام الدوام انا نسق بين دوامي وبين مهنتي اللي عم بشتغلها بس بالنهايه يعني انه ما حسيت انه شيء اثر على شيء يعني كله بالتنظيم والاراده بتحسي حالك وصلتي للي بدك اياه يعني. تماما تنظيم الوقت هو كثير مهم لحتى تقومي بكل هيدي المهام كونك يعني ام وعندك مشروع وايضا مربيه طيب بدنا نتوجه هلا لكل المشاهدين يعني كونك انت يعني كامراه عندك هيدا المشروع وعندك كل هالمهام وايضا مدرسه توجهي لهم بكلمة لكل اللي حابب يبدأ بمشروع يعني كيف لازم تكون الخطوة الأولى عن تجربة طبعا بدنا نحكي طبعا عن تجربة لازم يكون أول شيء الإرادة يكون عنا إرادة يكون عنا هدف نحن منسعى لتحقيقه ويكون عنا دائما أمل إنه هيدا العمل رح ينجح حتى لو شو ما صار أنا هالعمل بده ينجح معي فبخطوات طبعا ما بيجي كل شيء فورا بدك تنظمي اوقاتك خطواتك لكل مشروع ناجح يعني بدك تعتبري انا بدي انصح او وجه هيك رساله لكل الامهات انه انت ما تكوني حدا هامش خليكي انت حدا دائما فعال بالمجتمع انتي قادره تعملي الام اللي انجبت وربت وعلمت قادره انه تصنع شيء لنفسها يعني
قياسا باي حدا تاني يعني هي بتوصل اذا كان عنده طموح. اما وقت اللي انا بدي اقعد وما رح فكر بشيء وضل عندي انه هاجس وخوف من اي مشروع انا ممكن افشل فيه، لا اكيد انا ما رح انجح. بينما انا دائما لازم يكون عندي حافز ومشجع اني انا رح انجح ورح اوصل لحتى اوصل لهدفي. بالنهايه انا بحس حالي اني مرتاحه، لو شو ما صار ولو شو ما واجهتنا عقوبات اكيد بالنهايه اكيد بالنهايه بدك توصلي صحيح. لهدفك. تمام، وانت اكيد مثال بكثير اليوم من السيدات السوريات اللي اثبتوا جدارتهم رغم من الصعوبات ولا شيء من المستحيل. هي حكيناها دائما بالبدايه انه ظروفنا نحن قادرين نتجاوزها اذا كانت عندنا الاراده. لهيك بالنهايه بدنا منك نصائح، يمكن ذكرت ضمن السؤال انه بنرجع للعسل هو نفسه، خلينا هي نعتبره ختام ونصائح للاخوه المشاهدين، باعتبار انه نحن ما عرفنا مصدر العسل، كيف قادرين نحن اذا بنشتريه هو منتجات من السوق نميز الاصلي من غير الاصلي؟ هلا العسل بشكل عام في له انواع، يعني في ناس بتستعمله بمعالجه الامراض، بيدخلوا بالادويه، بيدخلوا بمواد التجميل، بيكون علاجي. ايه علاج. فنحن هيك يعني انت بدك تكوني تحددي الجهه اللي انت رايحه لحتى تجيبي منها، تسالي، بدك تتنوري. طبعا في عده طرق ممكن الواحد يجرب العسل اذا هو اصلي او لا، يعني ما بعرف اذا بتحبوا اسئله. هلا في حتى غير العسل، يعني النحل نحن بنعرف في له منتجات ثانيه، في عندنا شمع العسل، في عندنا الغذاء الملكي، في عندنا غبار الطلع، في عندنا كثير العكبر كمان، كل هدول كثير اشياء. يعني بتشتغلي فيها ضمن هيدا المشروع او لا تخصص بالعسل فقط؟ هلا الشمع مثلا، الشمع ممكن نعمل منه فازلين. انا بعمل فازلين يعني منه، فازلين طبيعي يعني بنضيف له مواد ثانيه، زيوت. يعني هون انت عم تطوري مشروعك، مو ما ضلينا بس بتربيه لا مو بس العسل يعني النحل. ايه منتجات ثانيه حتى ممكن تكون غذائيه او حتى تجميلية. العسل ايه لمواد تجميليه للبشره. يعني حصرا اي شيء بدك تحطيه على بشرتك، يعني انه عسل حصرا لازم يكون عسل ليمون. ليش؟ لانه ليمون فاتح لونه، يعني ما نحاول ابدا نحط اي عسل غامق على وشنا. نعرف يعني العسل بيحرق، يعني كمان ممكن يؤذي البشره. هلا بدك تدخلي له مواد ثانيه، واول شيء بدك تجربيه على البشره لانه في بشره حساسه. صح. بشره بتتحمل ما بتتحمل هيدي الامور. والا هو غذاء الملكي، الغذاء الملكي له قيمه يعني كبيره كثير، بيساعد على نمو الجسم وعلى مقاومة الأمراض. يعني الغذاء الملكي لو الناس عن جد بتعرف قيمته كانوا بيلجأوا له أكثر من أي منتج ثاني، أو خلينا نقول حبة دواء. يعني بس الإنسان يتابع، هو مرمم للجروح. صحيح. مرمم لأي عملية، مرمم للجسم كله بشكل عام. يعني وصلك يكون كل الناس قادرين انه يحصلوا على العسل، لانه بنعرف مثل ما بنعرف هو اسعار اليوم ربما هي غاليه الى حد ما العسل، فان شاء الله يا رب الكل يحصل على هيدي الماده اللي فعلا اساسيه اللي ذكرناها. وبنفس الوقت نحن يعني بنتمنى لك كل التوفيق بهيدا المشروع اللي فعلا هو بنفس الوقت يعني هو مشروع لكم بانه اكتفاء ذاتي، مشروع كثير مهم لدعم الاسره، وبنفس الوقت كمان هو يعني داعم للمجتمع اليوم بتقديم المنتجات الغذائيه الطبيعيه. ان شاء الله بالتوفيق يا رب لك ست حنان. كلك ذوق، شكرا كثير لكم. شكرا لك، نورتي صباحنا وبالتوفيق بمشروعك. شكرا كثير لكم.